السلام عليكم، معاكم كولي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب موجود تحت الفيديو وفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. لا تنسى تشوفوا المقطع للنهايه لان في فيلم من اختياري ومتاكد راح يعجبكم. وهم بعد كالعاده اليوم الساعه 7 مساء بتوقيت الكويت ومكه المكرمه راح يكون في بث مباشر على تطبيق لوبز. فاذا انت لحد الحين ما حملت تطبيق لوبز انزل تحت بالديسكريبشن تلقى رابط في تطبيق لوبز، بس تضغط على الرابط وتحمله. والبث المباشر راح يكون عن مواهب المتابعين. اذا انت كان عندك موهبه او عندك اي شخص تعرفه عنده موهبه وحاب انه ينشرها حق الناس ما عليه الا انه باكر يدخل بثي ويبشر بالدعم. اما الحين خلونا نبدا بقصتنا اليوم. بالرغم ان الكثير من الجرائم اللي صارت بعالمنا هذا وصلت الحل واكتشفوا من القاتل واثبتوا على الحكم وعاقبوه، الا ان بعض الجرائم حيرت الشرطه وحيرتنا احنا كاشخاص نسمع القصه او نشوفها، لان ما حد قدر يتوصل حق هويه القاتل او المجرم. وفي جرائم اكتسبت شهرتها وانتشرت مو علشان ما قدروا يلقون القبض على القاتل، لا، عشانها غامضه من ناحيه السبب وطريقه ارتكابها، الشخص اللي ارتكب هذه الجريمه، وهذا بغض النظر عن الاحداث اللي صارت وهويه المجرم المجهوله اللي الى يومنا هذا ما حد يعرف منو المجرم. فهذه هي قصتنا اليوم اللي راح نتكلم فيها، اللي هي تخص جريمة مزرعة هانتر كافيك اللي صارت في ألمانيا، اللي تعد من أكثر الجرائم غرابة وغموض، واللي صارت سنة 1922. تقع مزرعة هانتر كافيك في قرية اسمها قرية جروبرن. هذه القرية تبعد عن العاصمة ميونخ 70 كيلومتر، يعني تقريبا حوالي ساعة بالسيارة. وكانت مزرعة هانتر كافيك معزولة عن البيوت، كانت بين الغابات، يعني تقريبا تبعد مسافة كيلومتر عن القرية. والعائلة اللي كانت تملك هذه المزرعة اسمها عائلة جروبر، وتتكون هذه العائلة من الأب أندرياس وزوجته سيسيليا وبنته الارمله فيكتوريا، وعندها حفيدين سيسيليا عمرها 7 سنوات وجوزيف عمره 2، اللي هم ابناء فيكتوريا بنته. كانت عائله جروبر عائله جدا غنيه، وافراد عائلته كانوا منعزلين عن الناس، ما يحبون يتكلمون مع الناس، ما يحبون الحياه الاجتماعيه، وحتى ما كانوا يحضرون جلسات الكنيسه اللي بهذاك الوقت كان لازم يحضرونها، باستثناء بنتهم فيكتوريا اللي كانت دائما تروح حق الكنيسه وتحضر الشعائر الدينيه. وفيكتوريا كانت بنت طيبه، حتى الناس اللي حولها يقولون ان عشرتها حلوه، انها طيبه وتحب المساعده. وطبعا مجتمعهم حالهم حال اي مجتمع بهذا العالم، لازم يتكلمون عن الناس المنعزلين ان فيهم وفيهم وفيهم، حتى لو كانوا هذول الاشخاص المنعزلين طيبين وكافين خيرهم شرهم. يعني مثلا الجيران قالوا عن عائله جروبر ان الابو اندرياس كان رجال مكروه وما عنده صداقات ووحيد، طول عمره عاش وحيد والناس كلها تكرهه. طبعا هذا كله كذب، ويقولون انه كان رجال سادي، سادي يعني رجال يحب يضرب، يحب يطق لسبب او بدون سبب. يقولون انه يعنف زوجته ويعنف عياله لدرجه ان كل عياله ماتوا الا فيكتوريا. لكن للاسف اقاويل الجيران ما تمت لهني، وصلت لمرحله اكبر لدرجه انه يشككون بان حفيده جوزيف هو بالاصح ولده من بنته. يقولون انه هو ويا بنته سووا علاقه محرمه وجابوا جوزيف. ويقولون بعد انه رفض واجد ان تتزوج من اي شخص ثاني لانه هو بنفسه يعشقها ويحبها. طبعا عشق وحب مو ابو لبنته، عشق وحب شيء ثاني. عائلة جروبر عندهم خادمة اسمها ماريا، اشتغلت عندهم واهتمت بشؤونهم وشؤون البيت من زمان، يعني خادمة كانت تشتغل عندهم من فترة طويلة لدرجة انه ممكن يعتبرونها وحدة من العائلة. لكن في يوم من الايام صار شيء حق ماريا شيء غريب، فجأة صدمت العائلة انها ما تبي تقعد بالبيت. طبعا العائلة بهذاك الوقت انجنوا، يعني انت اعتبرناك وحدة من اهل البيت بغض النظر ان انت خادمة عندنا، بس احنا ما نقدر نخليك تروحين لان احنا نحبك وصرتي وحدة من افراد العائلة. وقالت ما ابي اقعد ولا دقيقة بهذا البيت ولازم اطلع، ولو شنو ما تسوون مستحيل اقعد دقيقة بهالبيت. فالعائلة ظلوا يسالونها زي شو السالفه، شنو اللي صاير، انت قاعده عندنا من زمان، في احد زعلك؟ قالت ما في احد زعلني، بس انا قمت اسمع اصوات داخل البيت، وهم بعد بعض المرات اسمع اصوات برا البيت ولما اطلع ما القى احد. تقول في مره من المرات سمعت احد يمشي بالطابق الثاني، ولما صعدت الطابق الثاني ما لقيت احد. وللاسف هذا الشيء ما صار مره ولا مرتين، كذا مره. ماريا كانت تظن ان هذا البيت مسكون من الاشباح والجن، فقالت ان انا ما اقدر اكمل بهالبيت، لازم اطلع. فهني وافق الابو اندرياس انه خلاص تروحين كيفك. فاخذت اغراضها ووقفت عند باب البيت وقعد طالع السيد اندرياس اللي هو الابو. وبهذا الوقت السيد اندرياس لاحظ بشكلها ايش كثر هي خايفه وايش كثر هي جاده ما قاعد تشذب. فهني قالت حق الابو اندرياس ان الحين انا لازم امشي، ما اقدر اقعد قبل ما تظلم الدنيا، وخذت جناطها ومشت. فهني وصل الخبر حق الجيران. لما جو الجيران وسالوا العائله ان صدق بيتكم فيه جن واشباح، ردوا العائله قالوا لا، ماريا شوي فيها اضطراب عقلي، مجنونه. في احد الليالي وكان نص شهر مارس عام 1922، يعني بعد رحيل الخادمه ب6 اشهر، صارت عاصفه ثلجيه قويه. وبعد ما هدات هذه العاصفه طلع السيد اندرياس علشان يشوف ممتلكاته اللي برا البيت اذا في احد مسكها او خذاها او شيء. فلاحظ شيء غريب انه لقى خطوات ارجل حق شخص تو الحين ماشي مو من زمان. فقعد يتتبع هذه الخطوات الى ان وصلته حق الباب الخلفي من بيته، والخطوات هذه بعد ما وصلت حق الباب الخلفي وقفت. فهني صار عنده فضول انه يبي يعرف من وين جت هذه الخطوات، فقعد يتتبع الخطوات الى ان يشوف وين نقطه البدايه. وهو قاعد يتتبعها وصل حق الغابه اللي كانت تحيط بمزرعته. فهني السيد اندرياس حس برعب لانه كانه في شخص كان بالغابه وكان يراقب بيته،
مثل ما قلت لكم بيته منعزل عن الناس، فمن المفترض تكون الخطوات هذه يا خطواته هو يا خطوات احد من عائلته، واذا كان هو وعائلته بالبيت فالخطوات هذه خطوات منه. فبسرعة رجع السيد أندرياس حق البيت علشان يشوف ممتلكاته إذا في أحد موجود عندها، أو يمكن يكون هذا الشخص منخش بالممتلكاته. بس بعد ما راح السيد أندرياس وفتش المكان ما لقى ولا أحد ولا لقى أي أثر، كأن هذا الشخص تبخر اختفى. فهني السيد أندرياس احتار، إنزين من وين جاي هذه الخطوات؟ فقعد يفكر إلى أن طرى على باله كلام الخادمة لما قالت إن بيتك مسكون بالجن، وتذكر الأشياء الغريبة اللي كانت تقول عنها الخادمة. لكن من الخوف السيد أندرياس طرد هذه الأفكار من مخه، قال ما بيفكر فيها، ونطر إلى أن يشوف إذا راح يصير شيء غريب أو لا. ما صار شيء غريب وراح نام. بعد ما نام بنفس الليلة سمع صوت خطوات أحد يركض بالطابق العلوي، فعلى طول راح قوم زوجته وخذ المسدس وصعد الطابق الثاني، وراح دور بكل مكان بالطابق الثاني ما في ولا أحد ولا أي شيء، كأن اللي سمعه هو نايم خيال. بس الغريب بالموضوع زوجته كانت تسمع هذا الشيء، فمعناته مو خيال. فرجع سريره وهو منصدم، قاعد يفكر يفكر إلى النوم. فاليوم اللي بعده الصبح بعد ما قام السيد أندرياس راح طلع حق الحظيرة عشان يشوف ممتلكاته إذا في أحد تعبث فيها أو لا. فبعد ما دخل الحظيرة انصدم إنه ما في ولا شيء تحرك من مكانه، كل شيء تم على حاله. فمعناته صاحب الخطوات هذه اللي كان يمشي شنو كان يسوي؟ انصدم بذاك الوقت واستغرب، رجع حق البيت. بعد ما رجع البيت انصدم اكثر واكثر لما لقى صحيفه غريبه عند بيته، صحيفه يعني جريده، الجريده هذه مو مشتركين فيها، ولا احد من البيت جاب هذه الجريده من القريه، فمعناته هذه الجريده من اللي جابها؟ في 30 من مارس يعني بعد سالفه الحادثه هذه اللي صارت بايام، راح السيد اندرياس حق بعض الجيران وسالهم اذا انتم شفتوا شيء صار غريب او لا بالاسبوع اللي طاف، قالوا كل الجيران واجمعوا انه ولا شيء صار غريب، يقول كل شيء قاعد نشوفه طبيعي وعادي. فبعد ما رجع السيد اندرياس حق بيته هو متعود انه يحط المفاتيح عند الدرج او بالاصح تحت الدرج، راح يدور المفاتيح ما لقاهم، والغريب الموضوع انه شاف القفل فيه خدوش، يعني كانه في شخص حاول انه يكسر القفل، فانصدم منه ممكن انه يسوي مثل هذا الشيء. في اليوم اللي بعده جت الخادمه الجديده، وهم بعد كان اسمها ماريا، للمعلومه ماريا يسمونه واجد هناك عندهم بالمانيا، يعني مثلا احنا عندنا اسم محمد في ناس واجد يسمون محمد، فاسم ماريا اسم مشهور. حضور هذه الخادمه الجديده بعد 6 اشهر من رحيل الخادمه القديمه، ويقول ان هذا كان اول يوم لها بالشغل واخر يوم لها بالحياه، يعني كانت أول ما اشتغلت ماتت، أو بالأصح انقتلت هي وعائلة جروبر كلهم من أكبرهم إلى أصغرهم. شو اللي صار؟ مرت أيام والجيران ما شافوا ولا أحد من عائلة جروبر، ومثل ما قلت لكم فيكتوريا كانت دائما تروح حق الكنيسة يعني بشكل شبه يومي، هم بعد الأشخاص اللي بالكنيسة فقدوها ما جت كذا يوم، وبالذات إن الأشخاص اللي بالكنيسة يدرون إن فيكتوريا أكثر وحدة تقدر وتهتم بالشعائر الدينية اللي تصير بالكنيسة، فمستحيل تغيب قبل ما تعطي عذر إنها ما راح تجي، والشيء هذا صار مو يوم ولا يومين، أيام. فهني عرفوا إن في شيء غريب صاير لهم. هذا غير الطفلة سيسيليا اللي قابت على المدرسة كم يوم، وغير موظف البريد اللي كان يروح يودي الرسالة ويرجع بالرسالة القديمة يقول انه ما في احد يستلمهم. كل هذه الاشياء اثارت تساؤلات باهل القرية، شو اللي صار حق عائلة جروبر؟ ايش فيهم فجأة اختفوا كذي؟ صح انهم هم اشخاص منعزلين بس كنا نعرف اخبارهم، اما الحين ما نعرف اي شيء عن اي احد فيهم. في اليوم الرابع من ابريل قرروا اهالي القرية انهم يسووا مجموعات، كل مجموعة تروح مكان ويبحثون عن العائلة. بدوا بمزرعة العائلة وقعدوا ينادون باسماء عائلة جروبر. فالشيء الصح اللي من المفترض انه يسوونه واللي هم اساسا سووه انه لازم يبحثون اول شيء برا البيت بعدها يدخلون البيت، فهذا اللي سووه، بحثوا برا البيت ما لقوا احد، وصفوا بهذاك الوقت يقولون ان الوضع خارج البيت كان جدا مرعب، او بالاصح هدوء مرعب. تعرفون هذا الهدوء اللي تسمعونه تحسون بخوف؟ هذا الشيء اللي كان يصير معاهم، ان المكان كانه مهجور. بعدها بما ان ما لقوا احد بالمزرعه قرروا انهم يدخلون البيت، بس قبل ما يدخلون البيت قالوا خلينا ندخل الحظيره، الحظيره هذه اللي يحطون فيها الماشيه، البقر، الحيوانات الاليفه. فبعد ما فتحوا باب الحظيره ودخلوا الحظيره انصدموا بانهم شافوا الموقف المرعب، والمرعب حيل مقزز. لما لقوا أندرياس وزوجته وفيكتوريا وسيسيليا جثث هامدة قدامهم وغرقانة بدمهم، اما الطفل جوزيف اللي عمره 2 والخدامه الجديده ما كانوا موجودين من ضمن الجثث. راحوا اهالي القريه علشان يدورون عنهم يمكن يلقون حيين، فدخلوا البيت وصعدوا الدور الثاني ودخلوا غرفه النوم ولقوا الطفل جوزيف اللي عمره 2 ميت بسريره اللي موجود بغرفه امه اللي هي فيكتوريا. فراحوا يدورون على الخادمه، قالوا يمكن الخادمه هي اللي قتلتهم. دخلوا غرفه الخادمه ولقوا الخادمه ميته بسريرها بعد، كلهم ميتين والقاتل مجهول. وكان من الواضح ان الخادمه ماريا الجديده لما انقتلت وهي نايمه. حضرت شرطه ميونخ عشان تحقق بالقضيه، وهذاك الوقت اظهرت التحقيق ان الضحايا في احد استدرجهم حق الحظيره واحد ورا الثاني بطريقه بس ما يدرون شنو هي الطريقه بالضبط، بس انه واحد ورا الثاني استدرج داخل الحظيره. وهم بعد الشرطه تظن ان الجريمه صارت بوقت نوم، يعني وقت الناس ينامون فيه، لان كل الضحايا كانوا لابسين بيجامه النوم الا فيكتوريا وسيسيليا، كانوا لابسين ملابسهم العاديه. فعشان كذي هذا الشيء اوحى حق الشرطه ان هذول اول 2 انقتلوا اللي هي فيكتوريا وسيسيليا. فبعد هذا حضر الطبيب الشرعي وفحص الضحايا وقال ان الشخص اللي قتلهم اول ما دخلوا الحظيره بعد ما استدرجهم، بغض النظر
عن طريقة استدراجهم فيها وضربهم بأداة ما أدري شنو تسمونها، أتوقع فاس، واتضح من الجرح اللي فيهم أن الضحايا ماتوا من هذه الضربة. وهذا الشيء يدل على أن القاتل شخص متمرس بهذا المجال، أنه يعرف شلون يضرب الضحية بالمكان المناسب علشان تموت من أول ضربة. وهم بعد قال الطبيب الشرعي أنه يتوقع أن القاتل شخص كبير البنية، يعني جسمه كبير. وهم بعد لاحظ المحققين أن حوالين رقبة فيكتوريا في حبل، يعني كانت مخنوقة بحبل، بس قال المحققين أنه مو هذا سبب وفاتها، سبب وفاتها الضربة. وهم بعد غير هذا أن الطفلة سيسيليا بعد الضربة ما ماتت، رغم أن الضربة مميتة بس ما ماتت. يمكن القاتل شوي حن أن هي طفلة فما ضربها حيل، فيقولون أنها قعدت على قيد الحياة لفترة بعدها ماتت. المحققين بهذاك الوقت استغربوا من تفاصيل الجريمة، أن القاتل بعد ما قتلهم قطاهم، يعني تعرفون الميت لما يموت أو لما يصير حادث حق شخص يغطونه بشيء أبيض، فهذا هو القاتل بعد ما قتلهم قطاهم شيء اللي هم الأربع جثث اللي بحضيره، ولما قتل خادمة حط عليها الشرشف، ولما قتل الطفل جوزيف غطاه بملابس أمه. فأنت راح تقولون إنزين هذا الشيء مو غريب، ليش يستغربون المحققين؟ المحققين يستغربون لأنهم هم شافوا جرائم واجد، فالشخص لما يقتل يقتل ويمشي ما يغطي الجثة، فبالنسبة لهم هذا شيء غريب. تحليلات الفحوصات الجنائية للضحايا قالت إن الضحايا ماتوا في يوم الجمعة 31 مارس عام 1922، لكن الجيران اللي كانوا ساكنين قريب من عند المزرعة قالوا إن بعد هذا اليوم اللي هو 31 مارس شافوا في دخان يطلع من المدخن اللي بالبيت، يعني كأنه في شخص شاب نار علشان يدفى، وهالشيء يدل إن كان في أحد داخل البيت بهذاك الوقت بعد ما صارت الجريمة. وهم بعد لاحظوا على واحد من الأسرة إن كأنه في شخص كان نايم بوقت قريب مو من زمان، أو بالأصح بالوقت اللي دخلوا الناس في الحظيرة وشافوا الجثث، يعني الشخص كان يراقبهم من داخل البيت. بعدها طلع، من وين طلع ما أدري، يمكن من باب الخلفي. وهم بعد الشرطة لاحظوا إن جميع المواشي كانوا بصحة جيدة، كان في الشخص يطعمهم يحط لهم أكل. وهم بعد من الأشياء الغريبة اللي لاحظوها الشرطة إن كلب العائلة عزكم الله كان مربوط بشكل عنيف. طبعا إحنا كلنا نعرف إن الكلب وفي حق الأشخاص اللي ربوه، فالكلب لما يشوف إن في شخص يقتل الأشخاص اللي ربوه ما راح يسكت ويتحرك، واحتمال يهجم على الشخص القاتل، فالكلب كان مقيد بشكل عنيف. وبهذاك الوقت أكيد الكلب شاف القاتل وهو يقتل الضحايا، فالشرطة لاحظوا على الكلب إيش كثر هو مرعوب. كل هذه التفاصيل زادت من حيرة الشرطة، منو ممكن إنه يسوي مثل هذه الجريمة وليش؟ الحين خلونا نشوف التحريات والمشتبه فيهم. الأشخاص اللي سووا التحريات هذه احتملوا احتمال إن الشخص اللي قتل عائلة جروبر كان طمعان بفلوسهم، مثل ما قلت لكم عائلة جروبر كانت عائلة جدا غنية، عندهم ذهب وعندهم فلوس، وهم بعد كان في واجد حرامية ومشردين بالقرية، وبما أن عائلة جروبر من أشهر العوائل الغنية فاحتمال أحد من المشردين والحرامية راحوا حق البيت وسرقوا وذبحوهم. وهم بعد ظهر خلال التحريات أن فيكتوريا قبل أسابيع مقتلها راحت تبرعت بمبلغ 700 ورقة، وهذاك الوقت كان شيء كبير حق الكنيسة، لكن لما قالوا أن هدف الجريمة هو السرقة تبخر. شلون تبخر؟ تبخر لأن اكتشفوا أن كل الذهب والألماس والفلوس اللي كانت داخل البيت تمت موجودة نفس ما هي، ما حد لمسها. فلو أن القاتل قتلهم بهدف أنه يسرقهم كان قتلهم وسرق الأغراض ومشى، بس هذا الشيء ما صار، وما في أصلا قاتل قتلهم علشان يسرقهم. هني بدت الشرطة بدورها بالتحقيق مع الكثير من المشردين والحرامية والمسافرين والعمال، وكان أحد أهم المشتبه فيهم رجال اسمه لورنس، ويقولون أن لورنس هذا كان في علاقة غرامية بينه وبين فيكتوريا، ويقولون أن احتمال جوزيف هذا ولده من علاقة قبل الزواج من فيكتوريا، وهو بالأصح ما تزوجها كان يحبها. والمحققين كان عندهم علم أن فيكتوريا كانت تنوي ترفع قضية على لورنس عشان تأخذ منه النفقة حق ولدها جوزيف اللي هي مثل ما قالت أن هذا ولده بعد، فأنا مكلفة أني أصرف عليه وعنده أبوه عايش وعايش حياته بعيد عننا. فلما راحت الشرطة حق لورنس وسألته عن هذه السالفة قال أن جوزيف مو ولدي، جوزيف ولد فيكتوريا من أبوها باختصار من علاقة محرمة، ويقول أن كل أهل القرية يدرون أن فيكتوريا وأندرياس اللي هو أبوها في علاقة بينهم، حتى أمها تدري عن هذا الشيء. هم الشرطة ظلت تشك بلورنس، قالت أن ممكن لورنس ارتكب هذه الجريمة لأن مثل ما كانوا يقولون أنه كان يحب فيكتوريا، فبعد ما درى أن فيكتوريا في علاقة مع أبوها حب أنه ينتقم وراح قتلهم. ومن الأسباب اللي خلت الشرطة تشك بلورنس هي أقوال الشهود عنه. قال الشهود أن لورنس كان معانا وإحنا رايحين نبحث عن عائلة جرومر، فشهود يقولون وإحنا كنا معاه بعد ما دخلنا الحظيرة وشفنا الضحايا شلون كلهم ميتين كلنا تقززنا من الموقف وخفنا، إلا لورنس ما كان متقزز وراح يشيل الضحايا عن بعض ويبعدهم عن بعض، ومن المفترض أنه ما يلمس الضحايا إلى أن يجون الشرطة. يقولون غير هذا لما دخلنا البيت وإحنا كنا رايحين ندور الخادمة وجوزيف، يقولون أن إحنا قاعد ندور بالطابق السفلي ولورنس صعد حق الطابق العلوي بنفسه كأنه يدري أن الضحايا فوق، فبعد ما لحقناه لقيناه دش الغرفة كأنه رايح يشوف الضحايا اللي هو قتلهم، فبكذي إحنا نشك فيه أنه هو يكون القاتل. والشيء اللي حيل يثبت أنه هو القاتل أنه بعد ما مر من عند الكلب، الكلب قاعد ينبح بشكل مرعب، كأن الكلب قاعد ينطق ويقول أن هذا هو القاتل، لأن مثل ما قلت لكم الكلب شاف القاتل وهو يقتل. لكن رغم كل هذه الأدلة الشرطة ما حطته كشخص مذنب، لأن ما في أدلة واضحة، ما في أدلة ملموسة، فإحنا ما نقدر نقول عن هذا قاتل علشان مثلا الكلب نبح، أو ما نقدر نقول هذا قاتل علشان ما تأثر هو لما شاف الجثث، في ناس عادي ما يتأثرون. وبكذي الشرطة أطلقوا صراحة حالة
حال المئات من المشتبه فيهم. وبالنهاية وبالرغم من التحقيقات المكثفة على هذه القضية، الشرطة ما اكتشفت ولا دليل واحد على هوية القاتل، إلى يومنا هذا ما عرفوا من القاتل. وهم بعد عشان ما ننسى دور الجن بهذا الشيء، بما أن الخادمة الأولى انحاشت من البيت لأن تقول أن البيت مسكون فيه جن، ففي ناس يقولون أن احتمال اللي قتلهم جن، لأن ما في ولا دليل على أن في قاتل قتلهم، أو بالأصح قاتل بشري. بعد عام واحد من وقوع الجريمة هذه، قال الجيران لازم نهدم البيت والمزرعة بكبرها، لأن قمنا انتشاء من منظرها ومن الجريمة البشعة اللي صارت داخلها، فهدموه وخلوها متساوية مع الأرض، وحطوا شيء يسمونه نصب تذكاري، أن بهذا المكان كان في عائلة طيبة اسمها عائلة جرومر، وتبقى هذه القضية من أكثر قضايا القموض اللي صارت بألمانيا، لأن أثرت حولها الكثير من التساؤلات، يعني شلون قدر القاتل إنه يدخل ويطلع من البيت بسهولة، وشلون قدر إنه ينخش بالبيت بسهولة بدون ما أحد يدري عنه، وشلون قدر يختبي بالبيت بدون ما أحد يدري عنه، وش معنى اختار مزرعة عائلة جرومر وأصحابها، مع إن القرية فيها مزارع واجد وفيها عوائل قنية واجد، تبقى هذه الأسئلة بدون أجوبة. فأنت الحين كمشاهد وسمعت القصة كاملة، منو تحس إنه مجرم؟ اكتب لي رأيك بالكومنت، أبي أقرأ كل آرائكم وراح أسوي قلب حق الآراء الحلوة. أما الحين بخليكم مع فيلمنا اليوم. فيلمنا اليوم فيلم عجيب، اسم فيلمنا ماروبون. هذا الفيلم يتكلم عن رجال شاب يعيش مع إخوانه الأربعة اللي هم أصغر منه، وإن هذول الإخوان يخفون سر وفاة أمهم اللي ماتت بالبيت ودفنوها بالبيت، لكن للأسف ابتلوا بأن البيت صار مسكون وتبدأ الأحداث تصير. أنصحكم جد إنكم تشوفون الفيلم لأن الفيلم شوي مختلف. وهم بعد لا تنسون تشوفون بثنا المباشر اللي راح يصير اليوم على تطبيق لوبز الساعة 7 بتوقيت الكويت ومكة المكرمة، رابط لوبز تحت بالديسكريبشن. وبس إذا عجبك مقطع اليوم لا تنسى تسوي لايك وانشر المقطع بكل مكان إذا حاب تدعمني، ويعطيكم ألف عافية واللي جاي أحسن.